يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه صلوا عليه وسلموا تسليما. من هو عثمان بن عفان؟ تلبس الأخلاق تاجا من تقاك ومن حيائك، يهطل المعروف جودا من يديك ومن سخائك، فزت بالنور فضلا أي سر في ضيائك، يا صحابيا جليلا يستستحي منك الملائك، رافض الإسلام نوره سابق فيه مهاجر، كاد يا عثمان ذخره كل ضائقة يبادر، ورسول الله يدعو لك يهديك البشائر، أتراك مشع نورا وسرورا من عطائك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا جماعة؟ عاملين ايه؟ بكونوا كويسين؟ وجات لكم بفيديو مختلف عن كل الفيديوهات اللي فاتت. الفيديو المرة دي هيتكلم عن قصة صحابي عثمان بن عفان رضي الله عنه، ودي أول فيديو إن شاء الله من قصة الصحابة في رمضان. ولو قبل ما أبدأ، لو أنت أول مرة بتشوفني، أنا اسمي أحمد وأنا من مصر، بعمل فيديوهات رياكشن على أسبوعي ومن صبيين من إندونيسيا وفيديوهات قرآن رياكشنز، وبسجل برضه بصوتي. وبرضه لو متنساش لو عجبك الفيديو متنساش دايما لايك سبسكرايب وتفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد ان شاء الله، وشوف الفيديوهات اللي فاتت وتعمل شير مع اصحابك عشان يوصل الفيديو ده لاكبر عدد من الناس، عشان نوصل ان شاء الله بدعمكم ل1000 مشترك وفي اقرب وقت. وبرضه عشان تشجعوني اعمل فيديوهات زي دي ان شاء الله في المستقبل، ولو عندكم اي مقترحات اعملها او قصص اقولها قولوها لي في التعليقات تحت، او تبعتها لي على الانستجرام اللي اللينك بتاعه ديسكريبشن واللي هيظهر لكم هنا، او تبعتها لي على صفحة الفيسبوك اللي هتظهر لكم هنا برضه، واللينك ده برضه في الديسكريبشن. ولو انت برضه بتشوف الفيديو ده من على الفيسبوك تعمل لي متابعة للصفحة وتعمل لي شير للفيديو عشان يوصل لأكبر عدد من الناس، وتشجعوني برضو عشان نعمل فيديوهات زي دي. وبرضو سوشيال تلوانا على تيك توك عشان بنزل تلوات برضو منزلهاش هنا على اليوتيوب، وهتلاقوا اللينكات كلها في الديسكريبشن تحت، وده كله فضلا وليس امرا طبعا. ويلا وتابعوا الفيديو للاخر عشان تعرفوا التفاصيل كلها، ويلا نشوف الفيديو. من هو عثمان بن عفان؟ هو عثمان بن عفان ابن أموية القرشي، ولد في الطائف بعد عام الفيل بسنتين. هو العام الذي حاول فيه مهرع الحبشي هزم الكعبة، وأبوه كان عمه أبو سفيان بن حرب، وأنجبته أمه مع أخته آمنة، وهو ثالث الخلفاء الراشدين واحد المبشرين بالجنة، وكان يلقب بذو النورين لتزوجه لزوجته من ابنتي الرسول صلى الله عليه وسلم رقية وأم كلثوم، فهو الرابع من أسلم من الرجال.
كان من السابقين إلى الإسلام، ويعقب أيضا بظلم هجرتين، إنه هاجر مع النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة، وهاجر إلى الحبشة، يلتقي نسبه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في عبد مناف، وكان معمولا في الجاهلية، فهو لم يشرب الخمر في الجاهلية أو في الإسلام، ولم يسجد لصنم قط. وكان على علم بمعارف وأنساب العرب، وهاجر إلى الحبشة وتعرف على أقوام غير العرب. أمه أروى بنت كريظة بنت ربيعة، وبعد وفاة والده تزوجت أمه من عقبة الأموي القرشي، وأنجبت منه 3 أبناء وبنت، وقد أسلمت في عهد خلافته. كان أحد الذين حملوها على قبرها، فأما أبوه فمات في عهد الجاهلية، ورث عن أبوه التجارة، وكانت من صفاته كان جميلا ورقيقا أسمر كثير الشعر، كريما جوادا، كبير اللحية، عظيم بين المنكبين، فكان له مكانة خاصة عند قريش، فكان كريما جوادا. حتى كانوا لقب في الجاهلية بأبا عمر. فلما جاءه عبد الله من زوجته رقية سماه المسلمون بأبي عبد الله. كان رجال قريش يأتونه ويهلفونه لحيائه وحسن معاملته ولعلمه بالأمور لعلمه الكثير. وكان ناصرا للإسلام والمسلمين، كان ينفق كل ما له لنصرة الإسلام والمسلمين. أسلم وهو في عمر 34 من عمره، والذي دعا إلى الإسلام هو أبو بكر الصديق رضي الله عنه، وكان أيضا من أول المهاجرين للحبشة، ثم تبعه الآخرون. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يثق به ويحبه ويكرمه لحيائه وخلقه الحسن، وبشره أيضا رسول الله صلى الله عليه وسلم بشره بالجنة كأبي بكر وعمر، وأخبره بأنه سيموت شهيدا، وبايعه الصحابة بالشورى. بويع الخلافة بعد وفاة عمر بن الخطاب رضي الله عنه من قبل الصحابة، واستمرت خلافته نحو 12 عاما، وفيها توسعت الدولة الإسلامية، وفتحت بلاد كثيرة مثل قبرص وأرمينيا وخازان، وغطى القرآن لأول مرة في التاريخ في عهده، كما عمل على توسعة الحرم المكي والمسجد النبوي، وفيه أنشئ أول أسطول إسلامي لحماية الشواطئ الإسلامية من هجمات البيزنطيين. وفي النصف الثاني من خلافته ظهرت أحداث فتنة أدت إلى استشهاده، ودفن في البقيع في المدينة المنورة على عمر جناز 82 عاما. ودي يا جماعة قصة باختصار شديد جدا، ولو عجبتكم بقى القصة متنسوش فضل الله الصعب تدعموني بلايك وسبسكرايب وتفعلوا الجرس عشان يوصل لكم كل جديد عفان ان شاء الله، وتشوفوا الفيديوهات اللي فاتت، وتابعونا على الانستجرام اللي هيظهر لكم هنا ده عشان تبعتوا عليه افكاركم ومقترحاتكم، او تبعتوا لي او تكتبوا لي التعليقات تحت، وبرضه تتابعوا على صفحة الفيسبوك اللي هستناكم هنا برضه، لو انت على الفيسبوك تعمل شير للفيديو وتعملي متابعة للصفحة، ولو برضه عندك أي مقترحات تبعتها لي برضه على الانستجرام، وإن شاء الله بدعم كل الصلاة ومشترك في أقرب وقت، وهعمل كل محتوى برضه للقصص اللي أنا بعملها برضه. تسيبوا لي لايك وقولوا لي رايكم فيه في التعليقات، وتعملوا شير الفيديو ده يا جماعه عشان يوصل لاكبر عدد من الناس، واشوفكم الفيديو الجاي ان شاء الله هيبقى برضه قصه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.